Hello everybody, new episode of program Madrasa على الهواء. Today we are going to learn new lesson. النهاردة إن شاء الله هنخلص مع بعض إيه الجزء بتاع الألجبرا. هناخد النهاردة مع بعض إيه الاستاتيكتس. هنشتغل مع بعض إيه الاستاتيكتس بتاعتنا. كنا كملنا مع بعض من جراد 1 وجراد 2 والنهاردة في جراد 3 هنشتغل نفس اللي كنا بناخده اللي هو إيه بقى إن شاء الله. كنا اشتغلنا مع بعض المين والميديان والمود كنا لسه بنتكلم فيه من شويه. هنعمل ريفيجن بسيط كده وبعدين نخش في الجزء المطلوب الجديد معانا السنه دي. يعني القديم مش مطلوب مننا، لا مطلوب. ممكن تلاقيه بيقول لك فاين ذا مين ومديك الفاليوز رغم ان احنا خدناها في بريك 1. ممكن تلاقيه مديك اصلا ها مديك فريكوانسي تيبل وبيطلب منك ان انت تجيب له المين اللي احنا خدناه في بريب 2، او ممكن يطلب منك الايه الجزء الجديد بتاع السنه دي اللي احنا هنعرفه كمان شويه. طيب اول حاجه عايزين نعمل عليها ريفيجن سريع كده اللي هو الايه الارثماتيك مين. طيب ايه بقى الارثماتيك مين ده؟ كان بنجيبه ازاي؟ لو جه ادي هنا ايه فاليوز اهو، بص معايا كده بيقول لي كالكوليت ذا مين اوف سيت اوف ذا فاليوز ها اند ايه هو بقى المين بتاعي اللي هو السام اوف ذا فاليوز اوفر ذا نمبر اوف ايه اوف ذا فاليوز. يبقى لو انس ان هو طلبت منك هاو تو كالكوليت ذا مين يبقى السام اوف فاليوز اوفر ذا نمبر اوف ذا فاليوز. يعني لو انا اديتك فاليوز كده قلت لك هنا عندك 25 23 21 22 24 ادي هنا فاليوز وطلبت منك قلت لك فاين ذا مين. يبقى هتقولي المين هو عباره عن ايه الرول بتاعتها؟ المين هو عباره عن السم اوف فاليوز اوفر اوفر ايه بقى؟ اوفر نمبر اوف ذيس فاليوز. يعني هقدر اقول المين يجي ازاي؟ يبقى المين بتاعي يطلع equal 25 plus 23 plus 21 plus 22 plus 24 وتعالى نعمل لهم addition 1 2 3 4 5 counting يبقى هما 5 values. يبقى نعمل هنا divided كام؟ divided 5. نعمل لهم كلهم calculating يبقى انا جبت المين بتاعي equal كام؟ 23 marks wherever. يبقى احنا كده عملنا كالكوليتنج للايه للمين. طب ما ده قديم، هل احنا هنحتاجه السنه دي؟ اه هنحتاجه السنه دي. طيب تعالى نشوف بقى لو هو كان طلب مني حاجه تانية بيقول لي هنا ايه هاو تو فايندينج ها فايند ذا مين فروم ذا فريكوانسي تيبل. يجيبه ازاي؟ خليني افكرك كده بسرعه. كنت بقول لك ان المين بيجي ازاي من الفريكوانسي تيبل. كنت اقول لك ايه ان المين ليه رول لازم تكون حافظه. المين ايكوال السم اوف اف تايمز اكس اوفر سم اوف اف. وعشان كنت اقدر اجيب ده من الفريكوانس تيبل اللي هم ادهولك ده اهو كان لازم انزل بتيبل تاني عشان يبقى عندي فيه كولومز جديده اقدر اجيب منها الفاليوز الجديده. طيب كنا بنبقى شكل التيبل بتاعي عامل ازاي؟ بص كده معايا. كنت اقول لك هنا السيتس وهنا الاكس وهنا الاف وهنا الكولوم الجديد اللي انت عايزه اصلا اللي هو اكس تايمز اف او اف تايمز اكس 90. وعشان كنت احسب المين بتاعي يبقى لازم اجيب السم بتاع الكولوم ده ديفايدد السم اوف كولوم اوف فريكوانسي. يبقى كان الديفيجن بتاع التو كولومز دول هو الايه هو المين بتاعي. يعني لو انا اديتك كده ديفيجن سريع بص كده بيقول لي ايه. اه لو انا عندي هنا ادي الخانه اهو الكولوم بتاع السيتس وادي الكولوم بتاع السنتر. طب تفتكر معايا كده بسرعه كنا بنعمل كالكوليتر للسنتر ازاي؟ كنت اقول لك يبقى 10 بلس 20 ديفايدد 2 عشان اقدر احسب السنتر. هنا 10 بلس 20 ديفايدد 2 تبقى الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ 15. طب لو انا عايز اجيب السنتر بين 20 اند 30 كنا بنعمل ايه؟ كنت اقول لك 20 بلس 30 ديفايدد 2 تلاقي الانسر بتاعك ماشيه ايه؟ 25. طيب عشان اجيب السنتر الجديد كان يبقى ايه 30 plus 40 divided 2 ده السنتر بتاعتك equal 35. بعد كده كنا بنمشي على السيكونس اللي انت هتلاقيها ماشيه على نفس السيكونس عندك في هنا 15 25 30. انا كل مره بعمل ادنج ايه ادنج 10 يبقى كل مره خليها 45 55 and ايه and so on. طب ده الكولوم ده انا جبته منين؟ الكولوم ده هو الكولوم اللي كان مديهولي هو اصلا في الكويستشن بتاعي اللي هو الكولوم اوف ذا فريكوانسي اهو 8 12 14 9 7
8 12 14 9 ايه 7. هنا بقى هنعمل الكولوم اللي انا اصلا عملت التيبل علشانه اللي هو اكس تايمز اف. هنعمل هنا بقى تايمز 15 تايمز 8 ايكوال 120. معانا محمد من باب سويف. ايوه يا محمد، الو، ازيك يا ناسي؟ الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟ كويس الحمد لله. ايه الدنيا عندك عامله ايه؟ ذاك كويس كويس الحمد متابعنا؟ لله، تمام. تمام ايوه يا الحمد حبيبي. لله. هتحب تشارك؟ هو اتفضل. انا عندي سؤال في الالجبرا بس. اتفضل يا حبيبي. هو السؤال بيقول ايه؟ represent graphically the function. جرافيكلي ايه؟ represent graphically the function. The function. F2 Fx. قولي يا حبيبي ايه؟ F2 Fx. F2. Fx. Equal to S minus 3. F2 Fx. Equal to X minus 3. Equal to X. 93. Minus 3. 93. لا انا مش عارفه انت ايه، انت اف ايه؟ اف 2 تايمز اف اكس ولا ايه؟ انت شايفه على الشاشه؟ شايفه على الشاشه قدامك يا محمد؟ لا، اف 2 اكس ماينس 3 2 اكس. طب ما ليها من الاول بقى تاني يا محمد. اف نوت 10 فوق بعض يعني. ايه؟ اف نوت 10 فوق بعض. اف اوكي. فانكشن اف اكس ايكوال اف اكس. ايوه كده، ايكوال 2x minus 3. 2x minus 3. عايزه على الجراف بقى مش كده؟ طب احنا عارفين احنا لما نيجي نعملها ان شاء الله ريبريزنتنج على الجراف لازم تطلع الشيب بتاعها في شكل ايه؟ ستريت لاين مش كده؟ ليه؟ عشان هي فانكشن ها ان وان فاريبل ان فيرست ديجري. اوكي؟ لازم نبدا نعمل لها التبر بتاعها. بص يا محمد، احنا طبعا عارفين الفانكشن بتاعتي دي اللي انت مديها لي هي عباره عن ايه؟ فانكشن فروم ذا فيرست ايه؟ ذا فيرست ديجري. فبالتالي عشان اعمل اقدر اعمل لها ريبريزنتنج على الجراف يبقى انا لازم اعمل لها التيبل بتاعها. طيب تعالى كده نشوف. يبقى الاف اوف اكس تطلع ايكوال تو اكس نيجاتيف 3. عشان اعمل لها ريبريزنت لازم اعمل ايه؟ لازم نعمل التيبل بتاعي. لازم يكون في على الاقل كام بوينت؟ لازم تكون في 3 بوينتس. طيب جميل، عندي هنا الاف الاكس وهنا الاف اوف اي الاف اوف اكس. طيب الاكس هنعمل لها ايه؟ ها 0 1 2. يبقى هتشتغلها معايا ات اكس ايكوال 0 ونكنسل الفانكشن بتاعتي هنا. يبقى هتطلع ساعتها الاف اوف 0 ايكوال كام؟ كنسل اند بوت 0 تبقى 2 باي 0. يبقى يطلع الانسر بتاعتي ايكوال نيجاتيف 3. يبقى ات اكس ايكوال 0 تطلع هنا الانسر بتاعتي ايكوال نيجاتيف 3. طيب at x equal 1 يبقى ال f of 1 تطلع equal a cancel x and put 1 هتبقى 2 by 1 equal 2 negative 3. هتلاقي الانسر بتاعتك equal كام؟ negative 1. يبقى البوينت الثانيه اللي هنشتغلها اللي هي 1 negative a 1. طيب جميل، at x equal 2 يبقى ال f 2 تطلع equal cancel x and put a and put 2 2 by 2 equal 4 4 minus 3 تطلع الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 1. بقى عندي هنا 2 بوينتس اقدر اعمل بيهم ريبريزنت على الايه؟ على الجراف. فين ال 2 بوينتس اللي عندي؟ اهي ادي الفيرست بوينت السكند بوينت الثيرد بوينت. يبقى عندي هنا 0 اند نيجاتيف 3 1 اند نيجاتيف 1 2 اند 1. لازم ال 3 بوينتس دول يطلعوا على نفس الستريت لاين، وانا من قبل ما اعملها ريبريزنت انا متاكد ان هي لازم تطلع as the same straight line. وهناخدها ان شاء الله هتكون اول question موجود معايا في الحلقه بتاعت الريفيجن اللي ايه؟ الريفيجن اللي جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا تاني. طيب كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ريفيجن او بنعمل how to calculating the mean from the table of the frequency اللي احنا هنحتاجها في الليسون بتاع النهارده او في الريكوست اللي هو هيطلبه منك النهارده في الليسون الجديد. طيب خلصنا كده وبعدين جبنا الايه؟ نعمل بقى مالتبلاينج 15 تايمز 8 يديني الانسر بتاعتي 25 تايمز 12 يديني هي الانسر بتاعتي 2 300. وبعدين نعمل السم. احنا جبنا النمبر ده منين؟ ده السم اوف اول اكس باي اف. يبقى الفاليو دي وده السم اوف ذا فريكوانسي نعمل لهم هما الاثنين ديفيجن. يبقى انت كده جبت الايه؟ يبقى انت كده جبت المين بتاعك. الموضوع بتاع الليسون بقى بتاع النهارده بيتكلم عن ايه؟ dispersion of set of values.
يعني ايه بقى معنى الكلام ده؟ قال لي بص يا سيدي it means the variance of the difference among its ايه its value، يعني الاختلاف بين الايه بين الفاليو قد ايه يا ترى، كتير قليل مش عارفين، هو ده اللي بنتكلم فيه الليسون، او هو ده اللي بيوصفه لنا الليسون بتاع الايه النهارده. قال لك ايه the dispersion is smallest او small if the difference is the smallest is the small if the difference among the values is little while the dispersion is great if the difference among values is a is the great. طيب dispersion is zero if all the values are equal. طيب جميل جدا كل ده. طب انا يا ترى ايه هي الاسلوب او هي الطرق او هي الميثودز اللي انا بستخدمها عشان اعمل ايه بقى كالكوليتنج عشان اقدر اجيبه، ايه هي الميثودز اللي بقدر اعمل بيها كالكوليتنج؟ معنا احمد من القاهره. ايوه يا احمد. الو. ايوه حبيبي ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. تمام تذاكر كويس بتتابعنا؟ طيب يا حبيبي هي عندك سؤال؟ عندي سؤال. ذا الجبريك تيرم 3 اي بي سي ها 3 اوف اي ديجري 3 اي بي سي. هو عايز الديجري بتاعته؟ انت في سنه كام يا احمد؟ انا ثالثه اعدادي. طب يا حبيبي بص يا حبيبي ده طبعا الجبريك تيرم اوكي، انا عندي 3 ده بنسميه ايه اتس ا كوفيشن. طيب عشان احسب الديجري بتاعته يبقى لازم نعمل بلس للباورز لنفس الترم. انت عارف ان ده باور كام؟ باور 1. والبي هنا باور كام؟ باور 1. والسي هنا باور كام؟ باور 1. يبقى كل الايه الترم بتاعي ده الديجري بتاعته تبقى فروم ذا ايه فروم ذا ثيرد ديجري. يعني انا هجمعهم كلهم مع بعض. ايوه كده خد بالك ان انت ده هو ده بس كده اكسبريشن كده ولا ده ترم؟ لا كده ده اكسبريشن. هو اكسبريشن صح. طب في كام ترم الاكسبريشن ده؟ جاست 1 3. لا خد بالك ده كله على بعضه هو اكسبريشن كونسيست اوف جاست 1 ترم. اوكي طيب الديجري بتاعته بقى تبقى ايه اتس فروم ذا ثيرد ديجري. تمام. انما 3 دي الكوفيشن بتاعته خد بالك انها صدفه، يعني ان هو يبقى ثيرد ديجري والكوفيشن بتاعته 3 دي صدفه. اوكي ماشي. مش هو انا كنت عايزه اتسال. عايز تتسال؟ طيب خليني بقى اعمل لك ريفيو. فاكر يا احمد الرول اوف ذا مين اوف ارثماتيك مين ان ذا فريكوانس تيبل كنا بنجيبه ازاي؟ السم اوف اول نمبرز على يعني عددهم كام تحت. برافو عليك اللي هو السم اوف ذا فاليوز اوفر النمبرز اوف ذا فاليوز، بس ده لو انا اديتك فاليوز، انما لو اديتك فريكوانسي تيبل كنا بنجيبه ازاي؟ الفريكوانسي تيبل كان بيبقى السم اوف ايه؟ اوف اكس باي اف اوفر السم اوف ايه؟ ها؟ السم اوف اف. وراجع معايا بقى الايه الابسود بتاعت النهارده عشان نشوف احنا هنعمل لها كالكوليتنج ازاي وهنستفيد منها ازاي في الليسون الجديد بتاع الايه؟ بتاع النهارده. ماشي. ماشي. اشوفك على خير يا. السلام عليكم. كلمنا تاني ان شاء الله ابسط اللي جاي. طيب نرجع تاني للموضوع بتاع النهارده. طيب بيقول لي ايه ذا رينج. عايزين ناخد اللي هي الايه بقى الميثودز اللي انا بستخدمها عشان احسب بيها الايه عشان احسب بيها ال ديس ايه الديسبريشن ميجرمنت. هي الاساليب اللي انا بحسب بيها الايه الديسبريشن ميجرمنت اللي هي ايه؟ اول حاجه عندي اللي هو الرينج، اول اسلوب او اول ميثود ان انا بعمل بيها كالكوليتنج دي الحاجه بتاعتنا دي اللي هو الايه اللي هو الرينج. طب الرينج ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ قال لك الرينج ده يا سيدي يبقى عباره عن ذا جريتست فاليو ماينس ذا سمولست فاليو. تاني هو الرينج بتاعي هو الجريتست فاليو ماينس ذا سمولست ايه سمولست فاليو. طيب فور اكزامبلز اف ذا فاليوز اوف ذا ست اي از 60 58 62 71 59 يبقى الرينج بتاعي ايكوال ايه؟ انا عارف ان الرينج قلنا جريتست فاليو ماينس ذا سمولست فاليو. فين هنا جريتست فاليو عندي؟ اتس ايه 63 يبقى هي دي جريتست فاليو عندي. طب وير ذا سمولست فاليو؟ هي دي اللي هي ال 84 يبقى هي دي السمولست فاليو بتاعتي. تعالى نعمل لهم ماينس يبقى يطلع الرينج بتاعي ايكوال كام؟ يطلع الرينج بتاعي ايكوال 4. جميل. طيب اف ذا فاليوز لو هو مديك فاليو بقى لست ثانيه اللي هي بي مديني هنا 72 78 46 65 39 يبقى الرينج بتاعي اعمله كالكوليتنج ازاي؟ الاول لازم تختار تشوف مين عندك الجريتست فاليو ولا السمولست فاليو. ادي عندي الجريتست فاليو 78 سمولست فاليو از 39.
تعال نعمل لهم ماينس، يبقى 78 ماينس 39 يطلع الانسر بتاعتي ايكوال 38. طيب جميل. هناخد دلوقتي حاجه تانية او مثل تانية اقدر اعمل بيها ميجرمنت للديفيشن اللي احنا خدناه النهارده، هو اللي ايه بقى الستاندرد، ستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن هو ده الليسون الاساسي بتاعنا النهارده، وهو ده اللي هنستخدم ليه، هندخل جواه المين اللي احنا لسه عاملين له كالكوليتنج من شويه. السؤال اللي انا كنت سالت فيه احمد، ليه سالت فيه احمد؟ لان هو من السنه اللي فاتت، ورغم كده هنستخدمه في الليسون بتاع ايه، الليسون بتاع النهارده. بيقول لي ايه بقى؟ فيرست كالكوليتنج ذا ستاندرد ديفيشن اوف ذا سيت اوف ذا فاليوز. ازاي اجيب الستاندرد ديفيشن للفاليوز؟ مش هيديني بقى فريكوانس تيبل ولا حاجه، هيديني فاليوز عاديه. طيب خد بالك ان ده السيمبل بتاعي، بدل ما اقول ستاندرد ديفيشن ممكن نعملها كده، ده السيمبل بتاع. جميل. ايه هي بقى الرول بتاعتنا اللي احنا لازم نبقى حافظينها؟ صم. بيقول لي هنا ان الستاندرد ديفيشن ايكوال سكوير روت لي الصم اكس ماينس اكس بار اول باور 2 اوفر ان. طيب ما احنا لازم نعرف كل سيمبل من ده معناه ايه. عندك هنا الاكس اللي هي تعتبر الايه، اللي هي الفاليوز اللي هو مديها لي. طيب ماينس الاكس بار اللي هو ايه؟ قال لك الاكس بار اللي هو المين، الان، الان اللي هو ايه؟ اللي هو النمبرز اوف ذا فاليوز اللي هو مديها لي معايا. طيب عايزين نشوف اكزامبل بقى عشان نعرف ايه، نعرف نفهم منه الدنيا ماشيه ازاي. وده سؤال تلاقيه موجود عندك في الامتحان. يقول لك ايه؟ يقول لك كالكوليت ذا ستاندرد ديفيشن اوف فاليوز 9 8 7 6 5. 89765. جميل. طلب مني ايه؟ قال لي بليز لو سمحت كالكوليت ذا ستاندرد ديفيشن. طيب عشان انا عارف ان الرول بتاعت الستاندرد ديفيشن اللي هسالينها من شويه موجود فيها الاكس بار، الاكس بار اللي هو مين، الاكس بار اللي هو المين، فانا عارف ان انا لازم يكون عندي كالكوليتنج للايه، لازم نعمل كالكوليتنج الاول للمين. طيب المين عندي مش بنكتبه، المين السنه دي خد لي ايه؟ خد لي سيمبل جديد اللي هو عباره عن ايه، اللي هو الاكس داش. تعالى نجيب هنا الاكس داش، يبقى عندي هنا المين اللي هو الاكس داش اللي هو ايه، كان لسه قايلين عليه احمد من شويه، اللي هو sum of values over its number. Thank you يا احمد. طيب 8 + 9 + 7 + 6 + 5 اهو over numbers بتاعهم، عددهم 1 2 3 4 5 يبقى over 5. يطلع في الانسر في النهايه عندي equal a equal 7، يبقى المين بتاعي يطلع equal a equal 7. يبقى انا عرفت هاو تو فايند ذا مين. عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نعمل الايه، الفريكوانسي تيبل بتاعي من الايه، من الجدول بتاعي. عايزين نجيب الستاندرد ديفيشن. طب ما انا عشان اجيب الستاندرد ديفيشن ده انا عندي بقى حوار كتير في الايه، في الرول ده. انا محتاجه يكون في تيبل جديد. ليه محتاجه تيبل جديد؟ عشان يكون في الاكس، ويكون في كولوم موجود في الاكس ماينس اكس بار اول باور 2. انا محتاجه يكون في كولوم موجود في الكالكوليتنج ده عشان اخد في الاخر السميشن بتاعه واعمله ديفايدد ان. يبقى مضطرين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ مضطرين نعمل تيبل جديد. التيبل الجديد بتاعي يكون فيه ايه؟ اهو ادي التيبل الجديد بتاعي، وده انا بعمل التيبل ده عشان احسب الستاندرد ديفيشن لفاليوز ولا للفريكوانس تيبل. لا لفاليوز اهو، ادي الاكس لان انا محتاجه هنا في الرول، وادي اكس ماينس اكس بار. الاكس ماينس اكس بار دي اللي هي ايه؟ الاكس ماينس اكس بار اللي هي بقصد بيها الايه؟ بقصد بيها الاكس ماينس المين. كل الفاليوز بتاعت الاكس دي هعملها ماينس من المين اللي انا لسه عامله كالكوليتنج من شويه اللي هو طلع 7. طيب وهنا هنعمل ايه؟ كولوم جديد للاكس ماينس اكس بار اللي هو المين اول باور 2. انزلي بقى بالايه؟ بالاكس بتاعتك اللي هي النمبرز بتاعتك اللي هي الفاليوز 8 9 7 6 and 5. جميل. عايزين بقى اكس ماينس اكس بار. هي اصلا الاكس بار احنا عملناها كالكوليتنج بكام؟ ب 7. يبقى كل الفاليوز دي هنعمل لها ماينس ايه؟ ماينس 7. طيب عندك هنا 8 ماينس 7 تطلع الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 1. جميل. طيب 9 ماينس 7، ما هي الاكس ماينس 7، يبقى 9 ماينس 7 تطلع الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 2. هنا 7 ماينس 7 تطلع الانسر بتاعتي ايكوال ايه؟ ايكوال 0. جميل. طيب 9 ماينس 7 تطلع الانسر بتاعتي ايكوال ايه؟ تطلع ايكوال 1. 5 ماينس 7 تطلع الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 2.
مطلوب مني ان انا اعمل ايه بقى؟ تبقى الاكس ماينس اكس باور اور باور 2، يبقى كل الفاليوز دي هتنزلها هنا الناحيه الثانيه، بس هتنزلها الثانيه باور ايه؟ هتنزلها باور 2. جميل، يبقى هنا الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 1. طيب 2 باور 2 يبقى الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ 4. 0 باور 2 يبقى الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ 0. 1 باور 2 الانسر بتاعتي ايكوال ايه؟ 1. 2 باور 2 يبقى الانسر بتاعتي ايكوال كام؟ ايكوال 4. طيب هل انا بشتغل بالفاليوز دي كلها؟ انا مش بشتغل غير بالسمشن بس، بالبلس بتاعهم سم. عشان كده محتاجه خانه جديده لازم تكون موجوده للايه؟ لازم تكون موجوده للتوتال او السم. السم يا سيدي يطلع السم او التوتال بتاع كل الفاليوز دي تطلع ايكوال كام؟ تطلع ايكوال 10. اهي بص بقى هنا معايا، ادي التيبل اللي احنا كنا لسه عاملينه من ايه؟ من شويه اهو. ادي خلصنا التيبل، خدت في النهايه الفاليو اللي انا عايزها. كل التيبل ده عملته عشان اجيب السم بتاع الكولوم ده، كل التيبل ده انا عملته عشان اجيب منه السم بتاع الايه؟ السم بتاع التيبل ده. طيب جميل، نشتغل هنا السميشن. ادي الرول بتاعتي، دي الرول اللي احنا المفروض حافظينها. كانسل السميشن ونحط الفاليو بتاعتها اللي هي ايكوال كام؟ ايكوال 10. كانسل الان، الان دي بقصد بيها ايه؟ بقصد بيها عدد الفاليوز اللي كانت عندي كام واحده؟ 1 2 3 4 5 5. يبقى 10 ديفايدد 5 يبقى سكوير روت لل 10 ديفايدد 5 يطلع ايكوال سكوير روت 2، تطلع تقريبا بالابروكسيميشن قد ايه؟ 1.4. يبقى احنا خدنا ايه دلوقتي؟ هاو تو كالكوليتنج ذا ستاندرد ديفيشن للفاليوز. عملنا ايه الاول؟ اول حاجه عملنا كالكوليتنج للمين. طب بعد ما عملنا كالكوليتنج للمين رجعت عملت تيبل جديد، لان انا محتاجه يكون في السم اوف اكس ماينس اكس ايه؟ اكس بار، والباور بتاعها كمان. فعملت خانتين جداد، خانه للاكس ماينس اكس بار، وبعدين الاكس ماينس اكس بار والباور 2. كل ده عشان انا عايزه كل التيبل ده؟ لا، كل ده عشان عايزه السم بتاع الكولوم الاخير ده. جبناه عملناه ديفايد للنمبرز اوف فاليوز ونزلنا عليهم الروت، يبقى انا كده جبت الايه؟ الستاندرد ديفيجن اوف ذا ايه؟ اوف ذا فاليوز. طيب لو هو طلب مني بقى الستاندرد ديفيجن بس مش فاليوز بقى، بيديني فريكوانس تيبل، ساعتها بقى هنتصرف ازاي وهنعمل ايه؟ تعالى نشوف هنا بسرعه كده الاكسرسايز بتاعي ده بيقول لي ايه. قال لي خد بالك بقى، لو انت عايز تعمل ستاندرد ديفيجن للفريكوانسي ديستريبيوشن يبقى الروت بتاعتك تطلع ايكوال ايه؟ قال لي هيبقى سكوير روت للسم، الساين دي يا ولاد اللي هي السم دي يقصد بيها السميشن او سم او يقصد بيها التوتال. خلاص اوف اكس ماينس اكس بار اور باور 2 باي كي اوفر سميشن الاي اوفر سميشن الكي. واحده واحده، الاكس دي اللي هي الفاليوز اللي هو بيديها لك، الاكس بار اللي هو المين بتاعك، طب الكي اللي هي فريكوانسي، ودي بتبقى كولوم لوحده خالص، خانه موجوده خالص في التيبل لوحدها. تعالى نشوف هنا يقول لي ايه. بيقول لي كالكوليت ذا ستاندرد ديفيجن ان ذا سامبل اي فريكوانسي ديستريبيوشن. طيب مديني التيبل اهو عندي، ال 15 2 23 22 5 23 5 25 1 34. طيب جميل، قال لي فايند ذا ستاندرد ديفيجن. طب احنا عشان نجيبه لازم نكون حافظين الايه؟ لازم نكون حافظين الرول بتاعتي اللي انا همشي عليها. الرول بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي ستاندرد ديفيجن يطلع ايكوال السكوير روت لي دي اللي هي السميشن او كلمه سم للاكس ماينس اكس بار اور باور 2. طب ما دي لسه جبناها شويه لما كنت بعمل ايه؟ ستاندرد ديفيجن للفاليوز. طيب باي كي اوفر سميشن الكي. اول حاجه لو سمحت انا عارف ان الاكس بار دي اللي هي مين؟ اللي هي المين. يبقى انا هوقف الدنيا كلها الاول دلوقتي لحد ما اعمل كالكوليتنج للايه؟ للمين. فاكر معايا الكالكوليتنج المين الرول بتاعتها كانت ايه اللي انا سالت فيها احمد من شويه؟ اه فاكرين، مس رغده قالت ان المين في الفريكوانسي تيبل كانت بتبقى ايكوال السم اوف اكس باي اكس اوفر سميشن الاف، اللي احنا اصلا قلت بننزل لها بايه؟ بننزل لها بتيبل. ادي التيبل بتاعها، يبقى عندي هنا الاكس وعندي هنا الكي اللي هو الفريكوانسي بتاعي اللي هو اصلا كان مديهولي في التيبل اهو. ادي الاكس وادي الكي. طيب وهنا هنعمل ايه؟ اكس باي كي 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 يطلع لي الفاليوز ايه بتاعتي. كل ده انا عايز في النهايه مين؟ انا عايز في النهايه السم اوف اكس باي كي يطلع لي 460.
جميل. وعايز في النهايه يكون السم اوف كي، نعمل لهم هما الاثنين ديفيجن، يبقى انا جبت الايه، يبقى انا جبت المين، وده اللي احنا عملناه. بص هنا معايا اهو، جبنا المين، يبقى المين الاكس بار اللي هو سم اكس باي اف اوفر ها سم اوف اكس، يبقى انا عملت هنا ديفيجن، يطلع لي في الاخر ان المين ايكوال 23. طب انا عارف ان الستاندرد ديفيجن الرول بتاعه كانت ايه، نراجع تاني ها، ادي السم اكس ماينس اكس بار اول باور 2 باي كي اوفر سميشن الكي، مضطر اعمل تيبل جديد، ادي الاكس وادي الكي، عايزه اكس ماينس اكس بار، الاكس بار اللي انا لسه جايبه من شويه اللي هو كان بايكوال كام؟ ايكوال 23، كل اكس اعمل لها ماينس 23، كل اكس اعمل لها ماينس 23 لحد ما اخلص الفاليوز ايه بتاعتي. نمسك الفاليوز ده ونعمله هنا باور 2 تاني، يبقى نيجاتيف 8 باور 2 اللي هي 64، نيجاتيف 3 باور 2 اللي هي 9، نيجاتيف 1 باور 2 يطلع لي في النهايه 1، وبعدين نعمل دور مالتبلاينج في بعض، يطلع لي الانسر في النهايه اللي هي التوتال بتاعي اللي هو ايه؟ 360. نطبق بقى في الرول بتاعتي اهو، كانسل وبوت الانسر بتاعتك اللي هي 360، كانسل السميشن اوف كي وحط مكانها 20 ونزل الروت، يطلع لك في الاخر ان الستاندرد ديفيجن بتاعك طلع قد ايه؟ طلع 4.24 years. ده كان اخر توبيك موجود معايا في الابسود بتاعت النهارده، اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.